السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وفي صحة وسعادة. رمضان خلاص على الأبواب، كنت عايزة أخلص كل الحلقات المطلوبة مني قبل رمضان، للأسف ما لحقتش. في فكرة كده جاية في بالي أعملها في رمضان لمجموعة حلقات، هتكون مفاجأة إن شاء الله، دعولي كده أعملها وتتنفذ بإذن الله. كلامنا النهاردة عن تحليل الطلب مني من فترة، هو تحليل السيمين أناليسيس، كيفية قراءة تحليل السائل المنوي، ازاي نقراه ونفهمه، كلام كتير جدا اللي بيبقى مكتوب فيه ده، وساعات بيبقى معاه كمان صور. يا ترى ايه اهميته اصلا، وامتى بيتطلب، وايه المهم فيه؟ خلونا نتكلم النهارده باختصار عن كل حاجه تخصه. يلا بينا. معكم سالي البيار، استشاري تحليل طبيه معمل سالي لاب. لسه اول مره يتابعنا، قناتي مهتمه بالتحاليل الطبيه والصحه العامه. بقدرش اوصف عليك طبعا لان هو بره تخصصي، ولا تابع جرعات او غير. كلامنا النهارده زي ما اتفقنا عن السيمين اناليسيس، امتى يتطلب اصلا تحليل السائل المنوي؟ طبعا كون ان هو سائل منوي، يعني في حيوانات منويه اللي دورها كبير جدا في تلقيح البويضه وفي تكوين جنين، يبقى هو بيتطلب عشان متابعه حالات الفيرتلايزيشن، حالات الخصوبه. عايز اطمن على الحاله اصلا من البدايه، او بدا يحصل تاخر في الحمل، وعايزين نشوف السبب. مثلا ممكن يكون من السبرم الموجود في السيمن وهو ده اللي مأخر الإنجاب، ولا في مشكلة تانية أصلا. طيب ممكن يتطلب إمتى كمان؟ هو السائل المنوي أصلا بينتج فين؟ بينتج في الخصيتين، يبقى ممكن لو في مشكلة في الخصيتين تأثر على السائل المنوي، فممكن الدكتور يطلب التحليل في الحالة دي. لو في مشكلة في التستس ممكن يبقى في التهابات، مثلا لو في التهابات في البروستاتا ممكن تتطلب، أو في الحويصلات المنوية أصلا اللي بيبدأ بعد كده يتنقل ليها. ممكن متابعة العلاج، ممكن لمتابعة العلاج ما يتطلبش مرة واحدة، ودايما هنلاقيه أقل حاجة كده شهر، كل شهر الدكتور يطلبه من نفس الحالة لو هو فعلا في مشكلة. نشوف العلاج ممكن يكون جايب نتيجة ولا هيختلف. يعني لو في مشكلة حتى لو وصل لدرجة أسوسبرميا، ما فيش حيوانات منوية خالص، ممكن الحالة دي تتعالج. أحيانا ممكن تتعالج على حسب الحالة وعلى حسب ما الدكتور يحدد المشكلة فين بالضبط. هل المشكلة من فوق خالص من الغدة النخامية اللي بتفرز الهرمونات اللي تساعد على إفراز وتكوين الحيوانات المنوية؟ لو تراجعوا كده حلقة هرمون التستوستيرون هتفهموني أكتر. ولا هل المشكلة أصلا في الحويصلات المنوية أو في الخصيتين؟ على حسب المشكلة وحجم المشكلة الحالة ممكن تتعالج. في حالات معينة بتقلق جدا لو لقت أو سمعت كده من الدكتور إن قال تحليل السيمن في نسبة تشوهات عنده في الحيوانات المنوية، او في مشكله في الحركه بتاعه الاسبر، او في مشكله حتى في الكاونت والعدد بتاعها. كل نوع من انواع الثلاث مشاكل دي في بعض الحالات ممكن بتتعالج، مش عايزين نقلق خالص. حتى لو حاله اسبرميا زي ما بقول لكم، ممكن يكون مفيش اسبرم خالص طلع في الحيوانات المنوي، في الحيوانات المنويه مفيش عدد خالص في السائل المنوي، ده ممكن بتتعالج احيانا في بعض الحالات على حسب السبب زي ما اتفقنا، وعلى حسب كل حالة. كل حالة ولها ظروفها ولها العلاج المناسب ليها. وطبعا بيتم إعادة التحليل مرة واثنين وثلاثة، وممكن في أكتر من مكان، مفيش مشاكل خالص. تمام، دي أول نقطة كنت عايزة أطمنكم بيها. تاني خطوة، لما نكون هنعمل التحليل لازم التحليل يبقى مستوفي الشروط اللي الدكتور هيقول عليها. هتتجمع العينة وهتروح للمعمل في خلال تلت ساعة بالكتير قوي، ونكون محافظين على درجة حرارتها 37 درجة. طيب أول حاجة أنا هكشف عنها في التحليل ده لما أجي كأخصائي معمل أشتغل، أول حاجة أشوف الفوليوم المفروض الطبيعي بتاعه أن هو ما يقلش عن 2 ملي ولا يزيد عن 6 ملي، ده النورمال بتاعه طبيعي الفوليوم بتاع العينة. طيب بعد كده لما نيجي نشوفها، أنا المفروض بعينها في الحضانة لحد ما اجي اشتغلها، ليه؟ واشتغلها في خلال تلت ساعة برضو او نص ساعة بالكتير، ده الزمن بتاع الليكوفيكيشن بتاعها، زمن السيولة. هي المفروض السائل بيكون لزج، وانا بختبر الليكوفيكيشن بتاعه، يعني هيفك كده شوية او يبدأ يبقى سائل بعد قد ايه. المفروض زمن الليكوفيكيشن ما يزيدش عن 30 دقيقة، والا كده برضو بتبقى العينة مش طبيعية. ليه؟ لان ده بيزود من لزوجة السيمن او السائل المنوي بتاعنا، لما يزيد عن كده ده طبعا بيعوق حركة الحيوانات المنوية، فده طبعا هيأثر على الانجاب. اغلب زيادة سبب
التايم بتاع الليكوفيكيشن يكون ان في مثلا التهابات في المسالك البوليه او الحويصلات المنويه. لو في التهابات في الغالب سببها برضو بيكون بكتيريال انفكشن، عدوى بكتيريه بتتعالج. طيب لما بيكون بختبر الفوليوم الليكوفيكيشن تايم واتطمن كده على الاثنين، تالت حاجة المفروض ما يكونش طبعا فيه زيادة في اللزوجة نفسها الفيزيكوستي بتاعت السائل المنوي. طب ما احنا لسه بنقول الليكوفيكيشن تايم المفروض ما يزيدش عن 30 دقيقة. لا، دي حاجة ودي حاجة. اللزوجة نفسها انا بختبرها بطريقة معينة في المعمل بحيث ان هي برضو ما تكونش زايدة جدا، غير الزمن اللي هتاخده العينة لحد ما يبقى فيه سيولة شوية بحيث ان هو بيطلع وينزل معانا في البيبت. تمام. اللزوجة الفسكوستي لما بتبقى زايدة جدا ده ممكن يعمل التصاقات للحيوانات المنوية مع بعضها. تمام. وطبعا الطبيعي ان هو ما يبقاش فيه التصاقات ولا تجمعات. ايه كمان بيبقى مهم جدا جدا في السيمن؟ مهم قوي ما يبقاش العدد اقل من المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي بتاعه 20 مليون، وبعد الدراسات الحديثة والكتب دلوقتي قالت طبعا على الاقل ما يقلش عن 15 مليون عشان العدد يبقى في الطبيعي ويحصل فعلا تلقيح للبويضة من ضمن الاعداد دي كلها ما بيوصلش ليها الا في الاخر هو سبيرم واحد بس. فلازم العدد اصلا نبقى مطمنين ان هو في النورمال. هو ايه بالمناسبة اهم اسباب ان العدد يبقى قليل؟ اسباب كتير جدا. ممكن اصلا اسباب وراثية، خلل في الجينات الوراثية، ممكن خلل في الهرمونات، التهابات في الجهاز التناسلي مثلا او في البروستاتا وزايدة قوي. وعلى فكرة من ضمن الاسباب كمان التدخين، وممكن التعرض للاشعاع او بعض الادوية فترة طويلة. طيب قلنا هنطمن على الفوليوم، هنطمن على الليكوفيكيشن تايم، الفيسكوستي اصلا في العموم، ونطمن على الكاونت. نطمن بقى كمان ان مفيش نسبة تشوهات عالية. المفروض نسبة التشوهات على الاقل كده تبقى 40% وما تزيدش عن كده، ما تزيدش عن 40%، و60% التانيين يبقوا سلام. التشوهات دي ممكن تكون بقى موجوده في الهيد، في النك، في التيل بتاع الحيوان المنوي. اي مكان فيهم فيه تشوهات وما هوش كده واخد الشكل الطبيعي، ده بيأثر طبعا على جودته وقدرته على اخصاب البويضه. تمام. فممكن يأثر طبعا على الانجاب. التشوهات دي اللي بتكون بقى موجودة في الصور اللي ساعات بنلحقها بنتيجة التحليل عشان الدكتور يشوفها بأحد التقنيات الوقتي اللي بنعمل بيها التحليل، تبقى واضحة كمان على هيئة صور. طيب ايه كمان؟ الحركة الموتيليتي بتاعة السبيرم مهمة جدا عشان كفاءتها. ازاي؟ لازم الحركة تبقى كويسة جدا اصلا، يعني على الاقل كده برضو زي ما بنقول 50% ل50%، واحيانا نقول لا 60%. طبعا يبقى هو اللي متحرك وهو يبقى سريع على الاقل عشان يبقى فعلا في فيرتيليزيشن يتم بسهوله. طيب الحركه تبقى المفروض الاسرع خصوصا في الساعه الاولى، وده اللي بيتابعه بقى المعامل في التحليل. من بعد ما نشوف الحركه وشوفنا في تشوهات قد ايه وشوفنا الكاونت، دي اهم حاجه طبعا مع الفيسكوستي ومع الفوليوم، نبدا بقى نبص نشوف البي اتش. البي اتش المفروض بتاعه السيمن تبقى معديه 7.4 او من اول 7.4، عشان الطبيعي ان هو يكون قلوي. ليه؟ عشان يعادل الحموضه اللي موجوده في الفاجينا. طيب لو البي اتش فيها مشكله طبعا مشكله. طيب في ايه كمان مهم بعد كده؟ انا بعد وبشوف الباسلز، يعني الخلايا الصديديه اللي موجوده في النورمال ولا لا، من 0 لحد 5 بالكتير قوي في الفيلد الواحد، ما تزيدش عن 5 والا هتبقى مدلول على وجود عدوى بكتيريه، هيبقى فيه انفكشن. بتتعالج. وكل حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لو في خلل في الكاونت، لو في خلل في الحركة، في نسبة تشوهات، على حسب نسبتها وعلى حسب الحالة ممكن يبقى لها علاج زي ما اتفقنا. طيب لما بنتكلم كمان قلنا البي اتش، وقلنا هنبص نشوف الباس سيلز.
في خلايا تانية ممكن تبقى موجودة، ممكن يبقى في RBCs الكرات الدم الحمر لو زادت عن المعدل الطبيعي بتاعها برضو، يعني تبقى من 2 لـ3 ممكن 5 بالكتير قوي، برضو ما تزيدش عن كده في الفلد الواحد، وإلا برضو هيبقى في دم كده بزيادة، وطبعا ده مشكلة. في أورام بروستاتا بقى، في أورام خصيتين هي اللي عاملة كده التهابات شديدة قوي، طبعا هتبقى مشكلة. في كمان حاجة اسمها الإبيثيليال سيلز زي اللي احنا كده بنشوفها في اليورين، ممكن نشوفها في اليورين بتاع الفيميل كمان بالتحديد أكتر، ممكن نشوفها في السيم لو زايد عن المعدل الطبيعي وبشكل ملحوظ، بنكتبها للدكتور في الريبورت عشان برضو بتكون مدلول على وجود التهابات بزيادة، وده مش من الطبيعي انها تكون موجودة في السيمن. تمام، خلونا بقى نروح نشوف شكل التقرير بيبقى عامل ازاي. بس انا مش معايا تقرير، انا هوريكم شكله كده في احد الكتب بطريقة مختصرة ومن غير ما يكون ملحق بصور، بس عشان اوريكم ايه المهم اللي بيبقى مكتوب ازاي. يلا بينا، تعالوا كده نشوف مع بعض شكل التقرير بيكون عامل ازاي. هو هنا ده في كتاب زي ما اتفقنا، كتاب تحاليل، جايب لي نفس شكل التقرير بالظبط والحاجات الاساسيه اللي بتكون موجوده فيه، بس زي ما اتفقنا مش بالتقنيه بقى اللي فيها صور. هنا الكلر مكتوب جريش وايت، يعني اللي هو اللون الابيض الرمادي، وده اللون الطبيعي عادي. هنا النورمال اهوت بيقول لي ان هنا ده الطبيعي اصلا ان هو يكون جري شويت، عشان ساعات ممكن لو في مثلا دم بزياده نبص نلاقيه لونه احمر، يدي لون ريدش شويه كده، ريدش وايت، حتى ابيض محمر، ممكن يبقى لون يلو. تمام، فده اللون الطبيعي اصلا. هنا كمان كاتب لي ان البلد ابسنت بالنسبه للدم، ما كانش فيه دم، دي حالة بتاعت شخص يعني مثال عليها، والمفروض الطبيعي ان هي تبقى absent. الفوليوم احنا اتفقنا اقل حاجة 2 ملي، من 2 ملي ل6 ملي او 5 ملي، حتى هي هنا العينة 2 ملي، والطبيعي ان هي تبقى لحد 5 ملي. الرياكشن اللي هو البي اتش بقى اللي كنت بقول لكم عليه، هنا الحالة بتاعت الراجل ده الكولاين، لان البي اتش بتاعته 8. طيب تمام، وهي المفروض تبدا مثلا من 7.2 او 7.4 لحد 8، يعني هو البي اتش بتاعه طبيعي لحد كده، الدنيا ماشيه تمام. طيب وصلنا بقى للفيسكوستي اللي هي اللزوجه، لا ده احنا لاحظنا ان الحاله دي هايبر فيسكوس، يعني اللزوجه عاليه فيها خالص بشكل ملحوظ، مع ان المفروض تبقى فيسكوس مثلا، بس يعني بتبقاش زايده قوي كده، ادي اول مشكله. طيب وصلنا للليكوفيكيشن تايم، زمن السيوله اللي المفروض انا هقعد ابص عليها كل شويه اطلعها من الحضانه، وفي خلال من 20 لـ30 دقيقة بالكتير قوي تكون خلاص العينه بدات تبقى سايله معايا شويه. لا هنا بقى لاحظنا ان هي برولونجد، يعني الزمن بدا يزيد عن 30 دقيقة. مش مكتوب النورمال بتاعها، بس هي المفروض النورمال لحد 30 دقيقة، نص ساعة ما يزيدش عن كده. طالما زادت نقوم كاتبين في التقرير برولونجد، ادي اول مشكلة، غير ان العينة اصلا هايبر فيسكس، وده السبب اللي خلى اصلا التايم بتاع الليكوفيكيشن يزيد. تمام، العينة لزجة اصلا بزيادة. طيب بعد كده، بعد الليكوفيكيشن تايم، التوتال سبيرم كاونت، العدد بقى بتاعنا اتفقنا يكون من كام لكام، احنا قلنا يبدأ كده يعني من 20 مليون او 15 مليون. طيب دي كام؟ 22,500,000. حلو قوي، العدد المفروض معانا يبدأ من 20 مليون لحد 150 مليون، يعني انا كده العدد بتاع الحالة دي في النورمال في الطبيعي كويس العدد، بس العدد الزايد ده مع اللزوجة الزايدة دي مش يبقى فيها مشكلة؟ هيبقى فيها طبعا مشكلة، هيحصل التصاقات بين السبرم وبعضها. طيب نيجي بقى للمورتاليتي، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا برضو اللي الدكاتره بتبص عليها بعد كده، الحركه، والمعمل بيحسبها في الساعه الاولى وفي الساعه الثانيه والساعه الثالثه، ويشوف معدل كده نسبه الحركه بتاعتها، يبص يلاقي السبرم هنا في الحاله دي في الساعه الاولى كان المتحرك 50%، احنا المفروض نبقى اعلى من 50% هو المتحرك، يعني قلنا 60% كده واحنا طالعين، مش يبقى كده 50% بالذات في الساعة الاولى هو بس اللي بتحرك، ادي برضو مشكلة من المشاكل بتاعت الحالة دي.
في تاني ساعة ده وصلت 40%، تالت ساعة وصلت 30% بس هي اللي بتتحرك. المعدل كمان عمال بيقل بشكل ملحوظ، واصلا كمان الساعة الاولى دي بالذات اول حاجة بنبص عليها ودي اكتر حاجة تهمنا كانت اصلا فيها مشكلة، ان 50% بس اللي بيتحركوا والباقي هتلاقيه حي وكل حاجة ممكن بس ما بيتحركش او مات اصلا. طيب التايب اوف موتاليتي بقى الرابيد بروجريسيف، اللي يعني ايه رابيد بروجريسيف؟ معدلها 0%، اللي هي المتحركة حركة سريعة وللأمام نسبتها 0%، دي مشكلة كبيرة طبعا. مفيش ولا واحد ولا سبيرم واحد بس بيتحرك حركة سريعة في خط مستقيم كده وللأمام. طيب السلو بروجريسيف دي معناها ايه؟ يعني السلو بروجريسيف اللي هي نسبة الحيوانات المنوية او السبيرم اللي عندي اللي هي بتتحرك ببطء للأمام او مثلا بتتحرك مش في خط مستقيم نسبتها طلع كام؟ 20%. طيب النون بروجريسيف لا، دي بقى بتتحرك حركة غير متقدمة خالص، يعني دي تحرك حركة سريعة شوية، دي بتتحرك ببطء. لا دي معناها نون بروجريسيف يعني حركة غير متقدمة. ازاي؟ الديل مثلا بيتحرك بس السبيرم نفسه واقف في مكانه ما بيتحركش، دي نسبتها بقى 30% كمان. تمام، لا ده واضح ان الحالة دي عندها مشاكل كتير في كذا حاجة. الاموتايل، الاموتايل ده مش متحركة اصلا بقى خالص، نسبتها 50%، هو في مشكلة. طيب واضحة كده اصلا كمان من اول نسبة المتحرك في الساعة الاولى، واضحة من فوق خالص من الفيسكوستي الزيادة. طيب هنا بيقول لي الابنورمال فورمز، الاشكال بقى اللي كانت ابنورمال، اشكال مش طبيعيه خالص للسبيرمز موجوده، اللي هي نسبه التشوهات اللي انا قلت لكم عليها. اتفقنا نسبه التشوهات دي المفروض ما تزيدش عن 40%، هتلاقي اكيد في مشكله عنده في الهيد، لو هي زايده بقى 40% اكتر من السبيرم عنده مشكله في الهيد او في التيل او في النك. هنا بقى نسبه التشوهات 45%. لا احنا اتفقنا انها المفروض هنا مثلا كاتب لزين 35%، الطبيعي يعني ان هي تبقى اقل من 35%، وانا كده كنت بقول مثلا حتى 40 على الاقل، لا هنا بقى طلع كمان 45%. انواع الابنورمالتي ايه؟ ايه الاشكال الشهيره اللي احنا شفناها في الحاله دي ابنورمالتي مش طبيعيه؟ امورفس اند بين بوينت هيد، مش انا قلت لكم اكيد في مشكله في الراس مثلا. هنا الشكل البين بوينت عامل زي المسمار كده، لا ده المفروض الهيد شكلها المتعرف عليه للسبيرم انها تبقى اوفال كده بيضاويه شويه، ده طبعا تشوهات. الاجلوتونيشن الالتصاقات، هل في التصاقات ولا لا؟ لا في الاخر كان في ابسنت بس في مشاكل تانية كتير. هنا بعض الحاجات كده لبعض المعامل بتبقى كاتباها والبعض التاني لا، حاجة اسمها البروكسيديز تيست، سبرماتوجينيك سيلت طلع 800,000، عدد الوايت بيسيز اللي هي كرات الدم البيضة طلع 500,000 الواحد ملي طبعا زايدة، الار بي سيز طلع من 1 لـ2. طب تمام ده في النورمال كده. التريكومونس ده توفيل، ممكن يكون حصل نقل اصابة مثلا من الزوجة بي، هو بيصيب الفيميل اكتر، هنا مكتوب ان هو ابسنت، يعني مش كتير قوي بيطلب الجزء الاخير ده او ان هو بيكتب في الرب. المهم الحاجات اللي فوق كده زي ما انا قلت لكم، ودي اللي في اغلب المعامل بتبقى كاتباها في الريبورت، ودي اكتر حاجة الدكتور يبص عليها، الفيسكوستي، طب التايم بتاع الكونفيكيشن، الكاونت، الموتيليتي عاملة ايه، دي تهمني جدا، نسبة التشوهات، الحركة خصوصا الساعة الاولى، خصوصا الساعة الاولى ونسبة التشوهات الابنورمال وفي نسبتها قد ايه، وفي اشكال عاملة ازاي بالظبط في الابنورماليتي في الفورمز ديت. ده اكتر حاجة بتبقى موجودة في التقرير وشكل الريبورت بتاع السيمن. وطبعا زي ما قلنا في تقنيات الشغل بقى الحديثة بيبقى ملحق بيها صور بأشكال التشوهات لو موجودة.
ومصورين الحلقة وكل حاجة. تنسيش لو عجبتك الحلقة لايك وشير. انا كده خلصت معاكم تحليل السيمن. ما تنسوش تسيبولي في كومنت ارائكم واقتراحاتكم للحلقات الجاية. وان شاء الله دولي كده في رمضان ربنا يقدرني واعمل البرنامج اللي بقولكم عليه خليها مفاجأة. لو اول مرة تتابعنا اشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد دايما. فعل كمان زر الجرس. سلام عليكم.